الحمد لله الحمد لله يمين الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جميع القران فقيه الاسم عزيز الاثم وسيع الحلم كثير الغفران جميع الثناء جزيل الاطراف مجيب الدعاء يمين الاحسان سرير الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر والمنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الاربعه وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس واحدوا الله فان التوحيد راس الثعبان واتقوا الله فان التقوى ميلاد الحسنات وعليكم فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في كشمير وفلسطين وأريتريا وبوسنيا وشيشان وأفغانستان وبرما والشام وفي كل العالم اللهم أيدهم تأييدا كاملا اللهم أعزهم عزة ومغفرة اللهم
الذين خلوا عبادك من ديارهم وظلموا عليهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم وهدموا مساجدهم اللهم اهلكهم اللهم زلزل قدامهم اللهم فرق بين قلوبهم اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم وفق لنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنت الشافي اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر أبي وادخله الجنة جنة الفردوس مع الأبرار مع الصالحين اللهم توفنا مسلما وألحقنا